عموما للحديث اكثر عن فحوى هذه المذكرات الثلاث، معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عادل. اهلا دكتور، ازيك؟ الحمد لله. يوم حافل بالمواقف والمذكرات، يعني تحدثنا في البداية على زيارة الكابتن الخطيب ووفد مجلس الإدارة لأسوان، ثم هذا الموقف اليوم سواء للخارجية أو للاتحاد الأفريقي أو الأعلى للإعلام. قل لحضرتك ماذا في هذه التفاصيل؟ يعني في الحقيقة طبعا كل جماهير الرياضة المصرية والعربية والأفريقية كانت متابعة أحداث المباراة، ويمكن شايفة التصرفات السلبية اللي في الحقيقة اللي مارسها بعض الأفراد من نادي الهلال السوداني في الحقيقة، ويمكن مش بس أثناء المباراة. احنا النهاردة في مذكراتنا اللي احنا كتبناها للاتحاد الأفريقي، احنا كتبنا للاتحاد الأفريقي ان الأحداث أيضا بدأت قبل المباراة في أثناء التدريب الرئيسي لفريق النادي الأهلي في الحقيقة، وكان شهد التدريب أيضا عدد كبير من جماهير الهلال السوداني اللي اقتحموا أيضا ملعب التدريب، وفي الحقيقة كان في استخدام لشماريخ وايضا الفاظ خارجه وسباب والى اخره، وفي الحقيقه يمكن كان ده في حضور سفير مصر بالسودان سفير هاني صلاح، اللي احنا بنتوجه له بالشكر الجزير في الحقيقه على كل المجهود الكبير اللي قام بيه منذ وصول البعثه وقبل حتى وصول البعثه وتواصلنا معاه، وده كان السبب اللي احنا بعتنا النهارده للخارجيه المصريه لسببين رئيسيين، لان هي اللي بتنسق مع كل الجهات الموجودة في كل دول القارة الأفريقية اللي احنا مبارياتنا الرئيسية بتبقى موجودة فيها أيضا، ولما بنسافر لأي مكان آخر وكان آخرها كأس العالم للأندية. في الحقيقة المباراة طبعا عكسنا في كل المذكرات اللي احنا بعتناها للجهات الثلاثة الوقائع اللي حدثت في المباراة، كل حتى باختصاصه الاتحاد الأفريقي هو أيضا مالك البطولة، وهو الاتحاد المعني بتنظيم البطولة وفقا لمجموعة من اللوائح اللي هو بيحددها الاتحاد الافريقي وليس النادي الاهلي. الاتحاد الافريقي اصدر قرار باقامه المباراه بدون جمهور نظرا لان الاستاد لا يتوافر فيه شروط الامن والسلامه، وعندما الاتحاد الافريقي يقول ان الاستاد لا تتوافر فيه شروط الامن والسلامه ويقرر اقامه المباراه بدون جماهير فهو لا يحمي لاعبي النادي الاهلي، ولكن في الدب الاساس يحمي ايضا لاعبي النادي الهلال، لان الجمهور عندما يخرج عن التصرفات التي المنضبطة سوف يتعرض لاعبي الفريقين لمخاطر بنفس القدر، مش النادي الأهلي بس، والأهلي لم يطلب من الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة بدون جمهور، ولكن هذا القرار صادر عن الاتحاد الأفريقي وفقا لاشتراطات. وفي الحقيقة احنا التزمنا بقرار الاتحاد الأفريقي، لكن فوجئنا أثناء فعاليات المباراة زي ما قلنا قبل المباراة أيضا كان في ممارسات أيضا، ولكن النادي الأهلي دايما بيتصرف بمسؤولية وأيضا بيتصرف وفقا لمكانته الكبيرة داخل القارة الأفريقية، ويمكن بالأمس القريب في 2020 تصرفات في حضور ساعة الاستاد بالكامل في مع نادي الهلال أيضا حدثت تصرفات أعنف من التصرفات اللي حصلت، لأن كان الاستاد بساعته الكاملة، ولكن بحكمة النادي الأهلي وحكمة قياداته ومسؤولياتها تجاه دولتها ايضا دولتها التي نفتخر بالانتماء اليها الدوله المصريه، وان احنا نلعب دور رئيسي في حمايه العلاقات المصريه مع كل الاشقاء ومنهم الدوله السودانيه اللي لها رابط ايضا يتميز بالخصوصيه رابط النيل وروابط الاصدار. كان كلام الكابتن محمود وقراره اننا سوف نتجاوز عن هذه التصرفات نظرا للعلاقه التاريخيه، لكن هذه المره تكررت التصرفات وفي عدم حضور الجماهير، ولكن ايضا كان في قله من الجماهير موجوده يعني تخالف ايضا قرار الاتحاد الافريقي موجوده داخل المباراه، وتولت منذ بدء المباراه توجيه السباب للبعثه النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي، واستمر هذا السباب طوال المباراة، وبعد المباراة كان في تجاوزات ضد لعيبة النادي الأهلي، وخلال المباراة قام الحكم بطرد أيضا الطبيب الخاص بفريق الهلال نظرا لتجاوزه في حق لعيب النادي الأهلي واعتدائه على بعض لعيب النادي الأهلي داخل الملعب أثناء علاجه لأحد لعيب الفريق الهلال السوداني. ده احنا يعني في الحقيقة وضحناه كله بالمستندات والأدلة والفيديوهات اللي كانت موجودة من خلال القنوات الرسمية الناقلة لوقائع المباراة،
وبعتناه للاتحاد الافريقي وطلبنا الاتحاد الافريقي يطبق اللوائح والقوانين التي تنظم المباراه، وده برضو بيعكس مسؤوليه النادي الاهلي وفهم مسؤوليه لاهميه دور مؤسسه النادي الاهلي الوطنيه ودور قيادتها في ان هي تحافظ على العلاقات. فقط طلبنا ان احنا نطبق اللوائح والقوانين، لان كل ما حدث في المباراه مرفوض شكلا وموضوعا من النادي الاهلي، لانه يتنافى مع اللوائح ويتنافى مع القيم والاعراف ويتنافى مع العلاقات الوطيده ما بين الشعبين الشقيقين. في الحقيقه كمان احنا توجهنا لوزاره الخارجيه عشان في الحقيقه احنا في تكرار لهذه الاحداث، ويجب ان احنا طبعا بنحترم ونقدر الدور الخارجيه المصريه الكبير اللي بتقوم به في رعايه البعثات الرياضيه وعلى راسها النادي الاهلي اللي هو اكبر الانديه في القاره واكبر عدد من البعثات المصريه بتبقى دايما من قبل النادي الاهلي. وبالتالي كنا حريصين ان نوجه كل الشكر والتقدير للخارجيه المصريه على ما تبذله من جهد لتوفير سبل الحمايه لبعثات النادي الاهلي، وايضا تقدير موقف السيد السفير هاني صلاح في الحقيقه اللي لم يتوانى لحظه واحده عن توفير كل سبل الدعم والمسانده لبعثه النادي الاهلي كممثله للدوله المصريه في الحقيقه. ده كان الموضوع رقم 2. ايضا في الحقيقه المجلس الاعلى للاعلام احنا كمان وجهنا له الخطاب ايضا يحمل شكوى في ان بعض المسؤولين المصريين تحديدا من احد الانديه المنافسه في الحقيقه استعرض معلومات غير صحيحه على الاطلاق، وكانت هذه المعلومات الغرض منها اثاره جماهير الهلال السوداني، وده تكرر على فكره على مدار السنوات الماضيه محاوله تعكير الصف والعلاقات ما بين النادي الاهلي تحديدا والانديه الافريقيه والعربيه، منها كان قبل كده لما حضراتكم اكثر مني متابعه كان مع الانديه التونسيه، كان مع الانديه ايضا السودانيه، وايهام جماهير الهلال السوداني بان النادي الاهلي هو الذي طلب اقامه المباراه بدون جمهور، وان الاتحاد الافريقي يجامل النادي الاهلي، وهذا ينافي الحقيقه تماما، لان الذي صدر القرار هو الاتحاد الافريقي لانه صاحب الحق في ان يستوفي الفريق الهلال شروط ملعب المباراه ان يكون فيها عوامل الامن والسلامه لطرفي المباراه وليس لطرف على حساب طرف. وفي الحقيقه كمان احنا يعني يمكن كنا شايفين في الايام الماضيه ان اغلب المنصات الاعلاميه المصريه الوطنيه المؤثره كانت عندها انتفاضه ضد الممارسات الغير سليمه والغير اخلاقيه في المجال الرياضي، واشارت يعني بيديها جميعا على من هو المسؤول عن ذلك. ولذلك كان هناك ايضا موقف من المجلس الاعلى للاعلام ان كان في بيان صدر عنه بانه سوف يتخذ اجراءاته. في الحقيقه كلنا امل وعلى امل ان يتم تنفيذ هذه الضوابط التي يجب ان تضبط الموقف في الحقيقه، لان النادي الاهلي دائما وابدا سيتصرف بمسؤوليه تجاه دولته وتجاه جماهيره، لانه يعلم قدره ويعلم مكانته ويعلم مسؤولياته تجاه هذا الوطن. وفي الحقيقه احنا مش هنروح بعيد كتير قوي، لان الذاكره يمكن الناس بتنسى بسرعه، احنا لسه راجعين من كاس العالم لم نتجاوز العشر ايام، الاستقبال الحافل من كل قيادات كره القدم العالميه لبعثه النادي الاهلي ولرئيس النادي الاهلي هي ليس استقبال يحمل اي شكل من الاشكال الغير حقيقيه، ولكن يحمل التقدير للمسؤوليه وللمكانه والالتزام بالقيم والاعراف الرياضيه التي اقرتها الاتحادات الدوليه واقرها الميثاق الاولمبي، وان رمز النادي الاهلي تحديدا الكابتن محمود الخطيب دائما وابدا ما يفرض احترامه على الجميع بصفته كلاعب واحد من اهم اللاعبين في تاريخ كره القدم داخل القاره، وكرئيس لاكبر مؤسسه رياضيه افريقيه وهو النادي الاهلي، فهو يعكس كل القيم. ايضا لاعيبه النادي الاهلي وكل ممثلي النادي الاهلي ايضا يلتزمون بهذه القيم طوال تاريخ النادي الاهلي، وبالتالي يبدو ان البعض تسير حافظته هذه الصورة الراقية وهذه المكانة العريقة لأبناء الدولة المصرية، لأبناء الدولة المصرية. النهاردة النادي الأهلي بيمثل جمهورية مصر العربية في أي محفل دولي، ف
فأي تصرف إيجابي هو ينعكس على الدولة المصرية، وأي تصرف سلبي ينعكس أيضا على الدولة المصرية، فيجب أن يلتزم الجميع بمسؤولياته تجاه هذه الدولة العريقة. وإذا كان هناك مسؤولين في كل القطاعات المرتبطة بالمجال الرياضي، سواء كان معالي وزير الرياضة، سواء كانت اتحادات وطنية، سواء كانت لجنة أولمبية مصرية، يجب أن يكون لها موقف للحفاظ على صورة الدولة المصرية أولا، ثم الحفاظ على صورة ومكانة الرياضة المصرية التي علمت القارة الأفريقية معنى كلمة لوائح، وهي التي وضعت اللوائح للاتحادات وأسست الاتحادات الأفريقية. فيجب أن نكون في هذا المستوى، وهذا هو سلوك النادي الأهلي الدائم، ولذلك ينال الاحترام والتقدير. يمكن احنا ما كناش نعرف، يمكن ما كناش نعرف ان هذا التصرف سوف يحدث من الفريق الهلال السوداني او بعض افراده، وكان عندنا بلان معلنة ان الكابتن محمود الخطيب سوف يتوجه بوفد رسمي من النادي الاهلي الى مدينة اسوان عاصمة مصر القديمة، انه يتوجه لتحمل مسؤولية النادي الاهلي تجاه مجتمعه واتجاه تطوير هذا المجتمع في كل ربوع الدولة المصرية، ليس فقط في مقر النادي الأهلي الرئيسي ولا في مقراته الأربعة كل أنحاء الجمهورية المصرية، ولا في أكاديمياته اللي منتشرة في كل محافظات الجمهورية، ولكن أيضا مسؤوليتنا تجاه هذا المجتمع كان بيقودها النهاردة رمزنا الجميل الكابتن محمود الخطيب تجاه واحدة من المؤسسات العريقة، وتجاه أحد الرموز العالمية الوطنية هو معالي الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، ودعم ومساندة هذه الفكرة الإنسانية التي تخدم ملايين المصريين. ده دور النادي الأهلي، فما كناش مخططين إن ده هيحصل عشان كده بنعمل كده، لا، ده احنا عندنا بلان واضحة وكنا بنتحرك عليها. ويمكن كان في يوم الخميس قبل سفر الكابتن محمود تحديدا إلى يوم الأحد قبل السفر إلى مدينة أسوان، كان في اجتماع لمؤسسة الأهلي المجتمعية أيضا عشان أنشطتنا المجتمعية اللي احنا مخططين ليها نبدأ نحطها على الأرض، ومراكز التنمية اللي هيتم الإعلان عنها. لا، النادي الأهلي مؤسسة، ومسؤولين النادي الأهلي يعلموا دورهم تجاه هذه الدولة، ويجب أن تكون كل مؤسسات الدولة المصرية الوطنية العريقة حريصة على إلزام كل فرد داخل هذه الدولة بالتزام هذه القيم وهذه المبادئ، لان في الحقيقه هذا باذن الله ما نتمناه وما سنجده. ويعني السرد اللي حضرتك قلته ما سابش تفصيله الا لما يعني وفتها طبعا استوفتها. واذا كان هناك اي اخبار جديده في اي شان نحب نسمعها منك يا دكتور سعد. أكيد، الحمد لله إحنا عندنا كتير من النشاطات. عندنا النهاردة بدأت البطولة العربية للكرة الطائرة، وإن شاء الله النادي الأهلي بفوزه المستمر وإنجازاته المستمرة في الكرة الطائرة بيشارك في هذه البطولة باسم الدولة المصرية. الحمد لله البطولة إن شاء الله ربنا يوفقنا فيها. بنستعد على قدم وساق لاستضافة البطولة الأفريقية لكرة اليد، فعندنا تجهيزات من كل قطاعات النادي لتجهيز الصالة المغطاة وتجهيز صالة الشهداء أيضا لاستقبال هذه البطولة، والاجتماعات مستمرة بعد أن قرر الكابتن محمود ومجلس الإدارة تكليف الأستاذ محمد الغزاوي كرئيس للجنة المنظمة. بنعمل عمليات السنة الدورية لاستقبال البطولة وظهور أيضا النادي الأهلي والدولة المصرية بما يليق بمكانتها. ده واحدة أيضا من البطولات. بنجهز البعثات إن شاء الله للمسافرة لجنوب أفريقيا، و الكابتن محمود أصدر قراره بأن السيد طارق أندير رئيسا للبعثة في فريق كرة القدم المسافر لجنوب أفريقيا. أيضا تم إصدار قرار أيضا برئيس البعثة إلى دولة الكاميرون في مباراة القطن الكاميروني. عندنا استعدادات مستمرة، بدأنا موسم الصيانة الدورية لكل حمامات السباحة اللي موجودة للنادي الأهلي. بدأنا التجهيز أيضا لاستقبال شهر رمضان الكريم إن شاء الله لأعضاء النادي الأهلي. أيضا تجهيزات التجمع، منتظرين اجتماع مجلس الإدارة في القريب العاجل إن شاء الله عشان الإعلان عن الموعد الرسمي لافتتاح التجمع. ويمكن برضو احنا متابعين وحضراتكم متابعين معانا، بدأت الزيارات التجريبية لأعضاء النادي الأهلي المشتركين في فرع القاهرة الجديدة في الحقيقة، وفي أكثر
من انطباعات اكتر من رائعه عن مستوى التحفه الفنيه اللي احنا ربنا وفقنا فيها ان شاء الله، ووفق مجلس ادارتنا في ان هو في هذه الفتره الوجيزه الاربع سنوات يقدمها لي. كل التوفيق يا دكتور سعد لهذا الجهد الكبير. نخلي بالكم يعني من خلال قناتنا وبرنامجنا الاكبر على الاطلاق ملك وكتابه، ان احنا خلاص قربنا من تطبيق الزياده الجديده اللي هيتم تطبيقها على الفروع، فانا من خلال هذا البرنامج الكريم ان احنا امتى يا دكتور هتزيد الزياده؟ هو احنا خلاص ان احنا الزياده خلاص زي ما حضراتكم عارفين تم اعتمادها واعتمادها من الجمعيه العموميه، لكن تقديرا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بها العالم وبالتالي لها انعكاسات يعني برضو على الداخل المصري، احنا مجلس الاداره تولى اختصاصات الجمعيه العموميه نتيجه لعدم انعقادها، فقرر ياجلها لمده 3 أشهر، فاحنا خلاص يعني بنقترب من التطبيق الزياده، فمن خلال المنصه دي انا بدعو لكل يعني نقدر نقول قدامنا شهر شهر ونص كده ان شاء الله، يعني في الحدود دي كده تقريبا اللي عايز يلحق بقى باذن الله. الفرصه ان احنا طبعا عندنا فرق 100,000 جنيه، فاعتقد ان ده مبلغ يستحق ان الناس كلها تبقى موجوده معانا وتستمتع بخدمات النادي الاهلي، ومش بس الخدمات بتاعت العضويه، انت بتستمتع ان عندك اكاديميات على مستوى عالي، عندك ايضا فرصه للتمتع بالخدمات الطبيه المصاحبه لاشتراكك في عضويه النادي الاهلي، فاعتقد ان دي فرصه لكل محب النادي الاهلي ان هم ينضموا للاسره العريقه دي، صاحبه القيم، صاحبه التاريخ، صاحبه المبادئ، اسره النادي الاهلي. شكرا يا دكتور، شاكرين حضرتك جدا على كل هذه الافادات. شكرا دكتور. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد نذكر بس اهم حاجه التفاصيل اللي ختم بيها، اللي عايز يلحق يعمل عضويه التجمع او شيخ زايد قبل زياده قدامك شهر تقدر تعمل هذا الكلام، لان زياده هتطبق بعد حوالي شهر واسبوع 10 ايام حاجه زي كده.